عندي يعني ثلاثة أسئلة صغيرين كده إن شاء الله يكون بساط. يعني السؤال الأول، إذا اشترط الزوج أو العريس، يعني مش الزوج، يعني قبل الزواج وقابلت الزوجة إنه إذا اتجوزنا سنخلف وهي قابلت، هل ده يجوز؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، في الآية اللي بتذكر لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون، حتى أن يكون ولا نساء من نساء. طب ما هو القوم عبارة عن رجالة وستات وشيوخ وأطفال، ليه ذكر النساء تاني؟ حاضر، ده السؤال الثاني. ماشي. السؤال الثالث، إذا واحد ميسور، يعني حاله ميسور الحمد لله ومتزوج، ولكن بعد فترة حاله بقى يعني يصعب على الكافر زي ما بيقولوا مثلا، ومش قادر يصرف على زوجته، موقفه ايه في الشرع ده؟ يعني مثلا يعمل ايه يعني؟ هل هو كده مكلف بشيء؟ ولا لا يكلف الله نفسا الا وسعها؟ واذا الزوجة في الحالة دي طلبت الطلاق، هل يحقنها الطلاق؟ طيب يعني هو الشخص ده اللي كان حاله ميسور ده استسلم للامر الواقع بعد مثلا ما افلس او كذا، ولا ما هو مستمر في المحاوله ان هو يكون قيم على بيته؟ لا بيحاول يلاقي شغل برضه كل حاجه، يعني هو مش شخصيه سلبيه، ولكن الرزق من في ايد ربنا مش في ايده هو. طيب تمام. السؤال بقى، هل هو بقى في الحاله دي يحق للزوجه انها تطلب الطلاق؟ فهي حقتها كمان فوق حاله اللي هو مش قادر عليه ده، النفقه والمؤخر ده سؤال بقى. حاضر، ماشي يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا. طيب ناخد السؤال الاول يا شيخنا. بيقول واحد رايح يتقدم للزواج، فقال للانسان اللي هو رايح يتزوجها دي احنا هنتجوز بس مش هنخلف، وهي وافقت، ده يجوز شرعا ولا لا؟ الاصل طبعا ان الإنسان يتزوج الزواج لعدة أهداف ومقاصد، عفة الإنسان وكذا والذرية. نعم. الاثنين وافقوا خلاص، لكن هل ده معناه يلزم بالأمر؟ لا، تغير بعد كده رأي واحد، كل واحد فيهم حقه أن يغيروا بعد كده يطلبوا الخلفة أو يطلقوا، بس يجوز أن هم يتفقوا على أن هم ما يخلفوش، ما أحرار. طيب، لكن هل ده حكم هو أحرار في ده كعقد؟ العقد صحيح. طيب. إنما شرعا لا، شرعا المفروض الانسان يعني خلقنا الله عز وجل لنتزوج وننجب، والمعنى لو كلنا عملنا هذا المبدا البشريه بعد كم جيل تنتهي؟ تنقرض. طيب ايه القيمه؟ طيب. مش بمزاجنا، لكن بيقول العقد صحيح. ايوه. طيب بيقول ان في ايه في القران، يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. طب يقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول قوم من قوم، القوم ده بيشمل الرجل والمرأة وكل حاجة، ليه ربنا سبحانه وتعالى أو لماذا ذكر الله عز وجل النساء مرة أخرى؟ يعني هو من باب التأكيد، لأن هذا يعني يكثر في مجتمع النساء كذلك، فعشان ما ظنوش أنهم خارج إطار، وزي الآية كلها بتتكلم في سياق الغيبة والنميمة وغيره، وده يعني يشيع في مجتمع النساء أكتر، مش تحامون على النساء بس دي طبيعة مجتمع النساء. أيوه. حتى لما راجل يعمل يقول لك إيه، ما تعملش حركات الستات دي، تلاقي الناس تقولها له كده. أيوة. ليه؟ اشتهر بها. حتى الست تقول لك ايه، لا ده زوج ده بس مش راجل. ليه يا ست تقول لك ده؟ عليه حركات ستات، زي ايه؟ يقول لك بيقعد يلت ويعجن ويجي في سيره الناس. حتى الستات نفسها مقرب الكلام ده يعني. ايوه، من باب التنبيه على الامر اكثر يعني. طيب واحد حاله ميسور ومتزوج، وبعد فتره حاله تدهور تماما، وبقاش قادر يصرف على زوجته ولا قادر ينفق على بيته. طب هو متكاسل؟ لا، بيحاول يسعى ان هو يشوف شغل وكذا وكذا وايجابي، لكن ما فيش والعمليه ضايعه خالص. هل في هذا الوقت يحق للزوجه ان هي تطلب الطلاق؟ وهل هو عليه بقى وهو حاله يعني عامل كده هي تطلب الطلاق فيبقى عليه نفقه وحاجات ومتصلبات؟ نعم، لها ان تطلب الطلاق. لها ان تطلب، هذا حق لها. هي بقى تسيب الحق ده او ما تسيبوش، زي ايه؟ اعكس، لو الزوجة لا تنجب والزوج بينجب صحته زي الفل عايز يخلف، حقه يتجوز ولا لا؟ طيب هو واجب فرض الإنجاب؟ لا، هو الواجب عليك الإنفاق مش الإنجاب. ماشي، وبعدين؟ لكن
لا تنجب، حق ليك انك تتجوز ولا لا؟ طب هي مش وافقه وطلقت، هي حر. زوجه حالتها كويسه والزوج لا ينجب، طلبت الطلاق عشان عايزه تخلف، تتجوز واحد تاني تخلف، حق. لازم نميز، واصل ما لهاش علاقه، ده حقه زي ما ليه حق، هي لها حق، هي لها حق النفقه، عجز عن النفقه، اما ان تتحمل جزا الله خيرا او لا تتحمل وتطلق وبرضه جزا الله خيرا. اصل نيل الحق ما يقولكش ايه الخاينه، عديمه الاصل، ده مش صحيح. الحقوق لا يتهم فيها صاحبها عند الاخ بانه ما يسيب حقه. في فرق بين العدل والفضل، العدل ده على الجميع، الفضل من يقدر عليه. نعم، جزاكم الله خير.